السلام عليكم مشاهدينا الكرام بحلقة من برنامجنا، برنامج إصداء الشارع لنقل الواقع الموجود بالشارع العراقي. مثل ما تعرفون مشاهدينا الكرام، احنا اليوم ما نتبنى قضية، المواطن إلى الحق بالكلام ببرنامجنا. إذا كانت عنده قضية، وإذا كانت عنده مشكلة، وإذا كانت عنده مناشدة، احنا راح نسمعها ونطرحها على الجهات المعنية. اليوم مثل ما تشوفون الناس إلى حق الكلام، الناس إلى حق أنه تنقل معاناتها، تنقل مشاكلها، تنقل أي قضية هو عنده. فإحنا اليوم نربط المواطن مع الجهات المختصة، إذا كانت المستشفيات، وإذا كان المرور، وإذا كانت أي وزارة وأي دائرة. اليوم المواطن عنده معانات بداخله، يريد ينقلها، يريد يحكيها. احنا من جانبنا كاعلام السلطه الرابعه ببرنامجي، برنامج إصداء الشارع، انه انقل المعاناه، انقل الحقيقه اللي موجوده بالشارع العراقي. وبنفس الوقت اناشد الجهات المعنيه، اليوم المواطن العراقي تعب، واكو مشاكل مفروض تحل من قبلهم. تحل، لحد هاي اللحظه اكو مشاكل ما قاعد تحل، فاحنا نتمنى انه رساله المواطن العراقي توصل ويكون لها حلول. يكون إلها حلول. احنا هنا راح نشوف الناس والمواطنين اللي بالشارع انه المفروض ننقل معاناتهم، ننقل المشاكل معاناتهم، ننقل القضايا اللي موجودة بالشارع. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، احنا راح تكون حلقتنا بهذا التقاطع، لكن رغم انه الازدحامات وبعض من الطرق اكثريتها مقطوعة بسبب زيارة الإمام الكاظم عليه السلام، فتشوفون أكثر الطرق مسدودة، أكثر الطرق مسدودة. ونشوف أنه اليوم الناس راح تحكي المشاكل اللي موجودة، تحكي القضايا اللي موجودة بالشارع. لكن رغم هاي الازدحامات والاختناقات اللي موجودة، لكن ما قطعوا الشوارع. أكو بين منطقة ومنطقة الأفرع بعض معدها مسدودة، بعض من الأفرع مسدودة، فشوية لح يصير أكو اختناقات بالشوارع العراقية. فإحنا راح نشوف الناس اللي موجودة وتحكي المشاكل. اليوم البسطية من المخضر إلى البالة، من المخضر إلى البالة، لأن مثل ما تشوفون أنه هذا السوق ثلاثة أرباع صار بالشارع عشوائيات. بهذا المصطلح اسمها عشوائيات. السلام عليكم حجي، شلونك؟ شو اخبارك؟ لا زين. من وين انت حجي؟ من حي العامل. من حي العامل؟ ايه. شنو المشاكل اللي تعانون من عدها انتم هنا؟ بس جلطه قلبيه بيه. شنو هي؟ جلطه قلبيه بيه. بيك جلطه قلبيه؟ ايه. مين جتك هاي الجلطه يا ستار؟ من الله. ونعمة بالله. نعمة بالله. وصل صحتك شلونها؟ زينة شوية؟ الحمد لله. أحسن؟ الله يخليك. محتاج شيء؟ أشكرك. الله عليك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. بعدنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام، وهسه راح نبدي لنقل الواقع اللي موجود بالشارع العراقي. ومثل ما نشوف انه خلينا نسأل أصحاب الدراجات، المشكلة ويا أصحاب الدراجات، المشاكل اللي موجودة. شو غطيت وجهك ليش؟ يعني مثل ما تشوفون المشاهدين الكرام، هسه احنا هنا راح نشوف الناس. بعد اريدك تطلع، اطلع اطلع اي بعد. اركض اركض اركض، عوف الشاي، اركض اركض اركض. مو شلونك؟ ايوه ما شبيك؟ شبيك شاي؟ تعال تعال بعد. شلونك؟ الحمد لله الله يخليك. شغلتك؟ تربية. بالتربية؟ اي. يا تربية؟ كرخة ثانية. يم دكتور قيس الكلابي. اي. حياك الله دكتور قيس. اهلا وسهلا. شنو المشاكل اللي تعانون من عدها بالتربية؟ تربية والله تعب. تقول صراحة تجهيزات تعب. ليش؟ ها؟ تشغيل منا يطلعونه. احنا المفروض ما نطلع خارج دائرة، نبقى بالدائرة نشتغل. زين. لا هم يطلعونه. منو يطلعكم؟ رعد شخير. وهذا امر من دكتور قيس؟ امر المفروض احنا موظفين ما نطلع منا دار بطن الدائره نشتغل. تبقون داخل الدائره؟ اي.
فقط ممنوع واحد يطلع من هنا. تريد امر من الوزاره، المفروض ما موظف يطلع من هنا، منا يبقى بالدائره يشتغل. زين احنا جاي نطلع من هنا منا. زين اي زين، ليش تطلعون خارج الدائره؟ غير ماكو شغل يطلعونه. ماكو شغل بداخل الدائره؟ اي بيطلعوكم خارجي. خارج الدائره. وين خرج الدائره ودوكم؟ على المدارس حمل رحلاتها ياكل. زين يعني انت حرفي؟ اي حرفي. حرفي؟ اي الحمد لله. زين الله يرزقك. والحرفي يعني حرفي المفروض نبقى بالدائره نشتغل. زين اي يعني القرار الموجود اللي عندكم انتم بالمديريه اي نبقى بداخل الدائره. اي داخل الدائره. زين هم جاي يطلعونا من هنا ومن هنا. منو اللي يطلعكم؟ غير قيس الكلابي. دكتور قيس؟ اي دكتور قيس متعاون. زين. لا والله ما زين. لا والله قدامك زين. قدامك زين وببالك ما زين. تبي صراحه؟ ما زين. منو قال لك زين؟ يعني اتصل على دكتور قيس هسه؟ اتصل. نشوف مشكلتك وياه؟ عوضة هاي ماكو فايده. زين وين نخابره؟ نخابره نحكي وياه؟ هاي فيديو مخابره. حبيبي مرحبا عليك. هاي فيديو مخابره. هاي فيديو ويا قيس الكلابي. هاي فيديو ويا كتاب شكر ماكو. مكافآت ماكو. شو اسمك انت بالخير؟ احمد. احمد راح نخابره الدكتور قيس حتى بلكت الله يقدر يساعدك بهذا الموضوع. والله ما يفيد الحكي. مرحبا عليك. زين انت ليش تحكون حكايه؟ اي وانا اريد اساعدك. والله اساعد ذيك المره قلت راح اساعد وهيك وهيك كل شيء ماكو. شنو منو قال لكم اساعدكم؟ ما ساعد. منو اللي ساعد؟ هنا ذيك المره هنا وقفت ما ساعدت احد. منو ما ساعد احد؟ هو يا وايد قنوات. بس انت قاعد تحكي على القنوات لو قاعد تحكي علي؟ قنوات الاخر. انا مالي دخل بالقنوات الباقي. انا بدي احكي على مودك. انا دار اساعدك. مش اساعدك؟ لا هاي الله يستر علينا كفايه. احمد. احمد شنو؟ احمد العبيدي. يعني هو طلب احمد العبيدي موظف في تربه الكرخ الثانيه طلب مناشده الدكتور قيس الكلابي. قلت له نخابر لك عليه ما قبل. انتوا تحكون قدام الكاميرا تريدون نوصل صوتكم ومن نريد نسوي اتصال حتى نوصل مناشدتكم تقول ما اريد تخاف. زين ليش دي تخاف؟ بالعكس دكتور قيس الكلابي المحترم مدير تربيه الكرخ الثانيه يتعاون ويا الكل ويوقف ويا الكل. خيرك اخوي. انا عندي تكتك. ها؟ تكتك عندي. اي. على مود الترقيب. اي. عندهم بس يفتحونه. سادينا صالهم هواي. زين. زين احنا هسه يعني وين ما نروح يلزمونا. رحنا منا لزمونا. يعني حتى المراقبين يصعدوهم. زين. البارحه طابقين هنا نشتغل قال حركها. طبقنا هنا قال طلعها. زين احنا وين نشتغل؟ نروح بمنطقتنا يلزمونا. نروح ببابنا يلزمونا. زين هذا الحل شنو بعد؟ الحل شنو؟ رحنا من يلزمكم المرور؟ المرور. خلى غرامه 100. المرور له دور انه يقول لك انت ما طول ما مرقب وما عندك اجازه سنويه هذا قانون، انت ضد لو مع القانون؟ اه انت ضد لو مع القانون؟ لا مع القانون. مع القانون انت تناشد انه ينفتح الترقيم. اي ترقيم اريد الرقم. هسه احنا ايش قايلين لي اريد الرقم؟ خايف يفتحون الرقم. تعال يمي. انت ما مرقم؟ ما انا جاي اريد الرقم. هسه مسوي معامله وهاي. هسه خايف يفتحون الترقيم. خلينا نكمل معامله. خلينا نكمل. هسه احنا بس نريدهم يفتحون الرقم حتى الرقم ونمشي حالنا على العالم. زين. اي هسه نروح يوميا نروح مسدود يوميا نروح مسدود. اجنونا الاسبوع الجاي. اجينا اسبوع قالوا الاسبوع الجاي. باكر عقبه. زين عايشين حش سامع يضحكون علينا. احنا غير على باب الله يرد نمشي حالنا على العالم حتى نبقى مرقمين على حسب الاصول ونطلع نروح ونرجع. هسه طبقنا هنا يلزمون طبقنا هنا يلزمون يقول رقمون. رحنا نريد الرقم ماكو مزود. قاعد تقولون تاجيات؟ بالتاجيات. رحنا التاجيات يقولون لنا يوميا باكر. زين هذا الحال شنو؟ زين انت مشكله التكاتك بشكل عام. ام توك توك؟ تعال يمي هسه نخابر لكم. شو علي يمي شنو مشكلتك؟ التكاتك حاليا ايه؟ ازمه احنا. زين احنا ازمه التكاتك. زين يعني توقف هنا امه محمد وراك انت مرقم؟ هاي الاوراق كامله طبعا سالفه السنويه والرقم هاي السالفه وسال جماعتنا باقي اهل التكاتك. زين والحرب اللي علينا بالدواخل هنا مناطق من جوا من جوا تلاقيك مشتركات مالها من الحشد وغيرها من الخارج. حسب الله هنا جماعة المرور زينين اغلب من عندهم زينين والله يوفقهم. انا لاعب نادي الياس الشرطة. حياك الله يخليك. لاعب كيك بوكس. حياك. هاي الفترة مال الترقيم. نعم اتدمرنا بيها. هسه الترقيم مسدود مو؟ الترقيم وسالفة السنويات
زين تعال هسه انا من هنا عندي تيك توك. اي. يعني ايش قد اقدر اطلع يوم ويا 25 30 الف؟ زين. زين تعال مسوي عليه ترقيم ب 400 الف. ليش؟ على اي اساس؟ هوية تيك توك. سويني حالي على بدراجة 150. بس ترقيم 400 الف؟ ترقيم وسنوية، زين تعال هي تيك توك، هي ايش تريد تطلع؟ هي ايش تريد تسوي؟ الركض هذا ورانا شنو؟ اكو بين عالم مخالفين، اكو قانون يحاسب المخالف. سمعت علينا المخدرات، المخدرات قبل كنا ناخذ مخدرات، اكو دولة تحاسب اللي عنده مخدرات. زين. مو لو لا. زين. تعال فتشني تلقى عندي مخدرات. زين. تطلع بالليل ورا ستة ممنوع. ايش عندك طالع ورا ستة؟ ايش عندي طالع ورا ستة؟ وين اصلا شغلي ورا ستة؟ يقول لي ايش عندك طالع ورا ستة؟ زين. يعني هسه انت مقتنع انا ابو تيك توك اطلع ورا ستة العصر، ايش عندي طالع ورا ستة العصر؟ طالع على باب الله اكيد مو لو لا. السلام عليكم عمي زياد، شلون صحة؟ نقدر ناخذ من وقتك دقيقة هسه انت ويانا على الهواء؟ حنفتح سبيكر حتى الناس دي ناشدوك بموضوع ترقيم التكاتك. دقيقة سيدي العزيز. تعال تفضل يمي. ويانا طبعا مشاهدينا الكرام ويانا عميد زياد محارب مدير الإعلام بالمرور والعلاقات. عمي زياد انت ويانا هسه على الهواء برنامج اصداء الشارع، موجودين اصحاب التكاتك هنا والدراجات. موضوع الترقيم ايش وقت ينحل وايش وقت ينفتح الترقيم حتى الناس يقدرون يروحون يرقمون؟ شكرا جزيلا لجنابك، تحياتي لك من قناتكم الموقره والاخواني اصحاب التكاتك والدراجات. اكيد هم اخواننا واصدقائنا واعتقد يعرفون انه مديريه المرور العامه ما قصرت وياهم، مددت لهم اكثر من مره ونزلت لهم الرسوم، كانت سابقا قبل سنه ونص الرسوم اكثر. نعم. خاطبنا رئاسه الوزراء عن طريق السيد معالي وزير الداخليه. نعم. وصار تخفيض بالرسوم وبعدها اعطيناهم اكثر من مهله، لكن هو قرار رئاسه مجلس الوزراء انه مهله الترقيم نهايتها 31/12/2023. نعم. وبالتالي المهله انتهت. طبعا راجعونا اكثر من مره وكتبنا مطالعه للسيد مدير المرور العام. نعم. انه اكو ناشدات باكمال معاملات التسجيل او فتح منافذ اخرى للتسجيل او تمديد المده، كل هاي المقترحات اقترحناها للسيد مدير المرور ورفعت الى المراجع، وان شاء الله بس يجينا جواب اكيد راح نعلن عن طريق وسائل الاعلام. ان شاء الله. عمي زياد لاحظنا بالرصافة مرور الرصافة البعض من المواطنين أصحاب الدراجات وأصحاب التكاتك يقول لك إحنا قاعد نتأذى من المرور بقاطع الرصافة، وديناشدون جنابك بالذات ويقولون قاعد نتأذى من لواء حيدر المحترم. على شنو يتأذون يعني؟ غير يقولون احنا مرقمين، ما مرقمين قاعد يعتقلون بينا، قاعد ياخذون دراجاتنا. استاذ خطاب، اولا نعم، اذا عندك فد اربعة خمسة من عندهم خليه يتفضلون يم المديرية المرور. نعم. يجون علي شخصيا واحنا نعم. نقوم لهم بالواجب، واحنا ما نقبل اي واحد مهما كانت صفته او رتبته انه يؤذي اي مواطن، لكن تطبيق القانون على المخالفين واجب. صح صح. لكن احنا ما نقبل، وهاي توجيهات السيد معالي وزير الداخليه والسيد مدير المرور العام، انه احد يتعسف بتطبيق القانون. نعم. التوجيهات تقول تطبيق القانون وتطبيق روح القانون والتعامل الجيد والحسن مع المواطنين، فإذا أكو شكاوى إحنا نستقبلها وإحنا نعرف شلون نحلها، وهذول أخواننا وأصدقائنا وحقهم علينا. الله يبارك بيك عمي زياد، وإن شاء الله أنت مكتبك مفتوح لكل الشباب، وإن شاء الله إحنا مشكورين جهودكم يعني، ومشكورين بصراحة بالذات أنت مشكور، وكل الشكر والتقدير لجنابك المحترم. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك.
طبعا مشاهدين الكرام، احنا اتصلنا بعميد زياد محارب مدير العلاقات والاعلام بالمرور العامه، ووضح للناس زين، وان شاء الله حتنفتح هسه منافذ للترقيم لاصحاب التكاتك واصحاب الدراجات. لكن مثل ما قال عميد زياد قال وسمع الاخ، قال اني مكتبي مفتوح، اي واحد يتعدى عليكم من المرور اذا كان ضابط او منتسب تتوجهون الي شخصيا. عميد زياد محارب مدير العلاقات والاعلام بالمرور العامه، انه ما يرضى على اي منتسب واي ضابط يتجاوز على تيك توك او يتجاوز على ابو دراجه، بس في حال اذا انه هو كان مخالف فهذا بيبقى قانون. زين مخالف باي حال راح تقول لي؟ مخالف شلون باي حال؟ اذا ما مرقم وما عنده اجازه وما عنده سنويه. زين 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 مرخصتك، اكو عالم عندها رقم وعندها سنويه ودا يتحاسب على موضوع ورا السته. انت قدامك سمعت ايش قلت له؟ خف الله عليك وجزاك الله رقم خير. وما عنده رقم بده يتحاسب وقاعد يشال. رحمه على امك وابوك. سالفه ال 50,000 انه تروح الفوج شنو هاي؟ شنو 50,000؟ انت ترجع للفوج من تنحجز. يا فوج. ما نريد نحجز. لا دقيقه. احنا اليوم اسمع تعال انت ابو تكتك مرقم لو لا؟ تعال. يا فوج. اليوم وين انحجزت؟ بس دقيقه. يا حدد لي الفوج حتى اتصل لك. ما اقول لك احدد لك فوج، عامة هسه انا من اشوف مشتركة وقاعد يحجزون تلقائيا افترون هزم برون. مشتركة تلقائيا. مشتركة تلقائيا يعني مو اتحادية. مشتركة. لا 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 مشتركة. تمام اي اردك توضح لي. ارد اوضح مشتركات. انزل على التفتيش. ابى نزلنا على التفتيش، هاي اوراقي كاملة. نعم. بعد شنو تريد؟ ايش عندك طالع ورا ستة؟ انا شغلي ورا ستة، شنو ايش عندك طالع ورا ستة؟ هم اللي غول حضر. وين اللي غول حضر؟ وين هذا الحكي؟ زين. وين؟ زين. تعال ورا ستة. كم بشرفك من نشوف مشتركة ورا ستة، ايش راح تسوي انت؟ تعال. وانت مرقم. شو يصير؟ اشرد حجز لين هاي سنوية وشي بس يحجزون وانا حجزون هنا هذا نقيب حسام معروف بالاشارة. حجزنا وشي شاد غراب انا ب 500,000 بهال مال المثنى المطار مال المثنى. زين. نقيب حسام اي هنا بالمرور اي هذا زين. ناشد انا اريدك تناشد. ناشد منو؟ عميد زياد مدير الاعلام والعلاقات بالمرور. عميد زياد نريدها من الله ومنك. اريد توخر لنا هذا نقيب حسام لان اذانا كلش واذى المنطقه البياع كلش. الله وكيله كان مرقم هاي سنويه حجزني 5 ايام واخذوا مني 100 لين طابق هنا هاي هنا. زين. وشاد غراض كبات وبوش ب 600,000 مشتريهن. انت مخالف؟ لا ما مخالف، انا طابق حالي حال كل عالم تطبق. زين ايش معنى اهل الكياب من يطبق هنا هو حر؟ ايش معنى الا احنا؟ مباشر اول ما تطبق اول ما تطبق زين اجوك طايرين. ايش معنى هاي اهل الكياب؟ باقي الكيات باقي الكيات زين. وهنا يطبق هناك يطبق وين ما يعجبه. ايش معنى الا احنا؟ شنو هالحرب علينا؟ ايش معنى احنا بالذات؟ ليش مخالف بشنو هسه طالع؟ اكثر شيء سمعه علينا انما سالفه المخدرات. مخدرات سالفه المخدرات هاي سمعه منتشره. يبعد الجميع ان شاء الله. المخدرات يعني بعموم العراق هي منتشره. نعم. قابل بس احنا اهل التكاتك؟ نعم. قابل بس اهل التكاتك عندهم مخدرات؟ انت جاوبني على السؤال هسه. انت الاعلامي العفو انا انسى اسمه كان خطاب بس احنا اهل التكاتك عندنا هاي السالفه؟ ماكو اهل سيارات عندهم؟ ماكو اهل اسواق عندهم؟ مخدرات هاي السالفه. طبعا من تنزل التفتيش بالمشتركه محفظتك حذائك بجامتك التيك توك من فوق لي جوه خوي شنو الموضوع؟ تمام مناشدتكم ان شاء الله توصل. هاي مناشده طلبوا من عميد زياد مدير العلاقات والاعلام انه يقول لك نقيب حسام بتقاطع البياع مأذينه. يقول لك احنا والله ويا حلفون احنا ما مخالفين واقفين طابقين سايد يم الرصيف. اهل الكيات حلال عليهم واهل التكاتك مأذيهم. انا انقل معاناة الناس كلها. انا اليوم خابرت على عميد زياد ووصلت رسالته والكل تعرف انه اني ما اقطع شيء. انقل مثل ما كلام المواطن بالذات عنده مناشدة عنده قضية عنده مشكلة ويا اي جهة يقولها لا يخاف. انا مجرد انقل صوتك
وصدقوا هواية من الناس نقلنا صوتهم ووصلت معاناتهم وصوتهم واتصلوا بيهم وحلوا مشاكلهم فهي مناشدة إلى المرور العامة وإلى مدير العلاقات والإعلام عميد زياد محارب القيسي، أنه الناس قاعدة تناشد تقول لك نقيب حسام بتقاطع البياع مأذينة. هذا كلامهم وليس كلامي، فنتمنون المناشدة من جنابك المحترم. خير شمه عند الشيء؟ تعالي. نشكرك. حياك الله. تعال أخوي هنا. أنا قاعدة بشارع قطر الندى، شارع قطر الندى مستشفى الهيكل. نعم. بيت ما عندي وقعدت لي بخرابة وعندي أيتام اثنين. زين. وكل شيء ما عندي لا راتب ولا أبد. إيه. رجلي مات. الله يرحمه. قعدت لي بخرابة بانيتها على تشين كوات وخشبات زين. وبلوكات زين. هاي كل شيء ما اريد زين. اريد لي مكان اقعد فيه. مني لا رعاية عنديك لا شيء ما عندي لا رعاية ولا تقاعد ولا شيء كل شيء ما عندي. لا عشان من تجي شلون تعشين الجهال؟ ما عندي. هاي من العالم يساعدوني. والى متى؟ هاي شو اسوي؟ تعال شوف بيتي تقول الله يساعدك، لا شتاء يا شتاء ولا صيف يا صيف به. الله اكبر. زين والله العظيم ودا اعاني من هذا المكان. زين الحيايات العقارب. الله اكبر. تعالوا شوفوا شارع قطر الندى المستشفى الهيكل. مستشفى الهيكل؟ اي. زين وما حد اجاك؟ ما حد. لا نائب ولا مسؤول ولا اي واحد ولا من موجودين؟ ماكو. ما باعوا على حال المره العراقية؟ ماكو. لو بس يعرفون يلخفون. والله ماكو. ودا عان وتعال شوفنا نتراجع في الليل كله انا وجهالي، لا صوبه عدي لا نفط عدي كل شيء ما عدي. زين وقاعده تلقى الخرابه ويوميه جايينه يدون يشيلونه يوميه يدون يشيلونه. من الشيلني انا وانا وجهالي الايتام وين نروح؟ اي والله وين راح اجدي بالشارع؟ والله ما خلوا العراقيه تجدي بالشارع. وصلت بينا حاله لحد الجديه دا اقول لك اياها، ما حد يجي ويسأل وما حد يجي يتابعنا. زين. جتنا قبل فترة قناة الغديرية هم صورتنا وكل شيء ماكو. راح نوصل صوتكم وراح نوصل هاي كل شيء ماكو. أمك عندك تليفون؟ إي عدي. حافظة رقمك؟ إي عدي رقمي. حافظته؟ إي عدي هاي. طلع لي تليفونك. يعني أنا مستغرب، هاي مرة عراقية، مرة عراقية مو باكستانية ولا بنغلاديش. من العراق، من خير العراق، لا نائب لا مسؤول لا تاجر، تجار البياع كلها موجوده هنا، ما حد اجى على هاي المراه يساعدها، قاعده بتشينكو عقارب وحيايه وعندها ايتام. زين الناس اخذ الرقم، اخذ الرقم علي، اخذ الرقم من عندها وخذنا يمك. لا ناس تقدر تساعدها، يقول لك صوبه ميته من البرد، ميتة من البرد. زين يعني اليوم احنا هنا ما معقولة، انا عمي ما راح اناشد لا مسؤول ولا نائب ولا اناشد العراقيين اهل الغيرة والكرم والطيب اللي عنده امكانية ويقدر يساعد هاي المرأة خلي يروح لها للبيت. يعني نفسها تقول لك تعالوا للبيت شوفوني انا وين قاعدة. والله تعالوا يمي وشوفوا انا وين قاعدة، بتشينكو ببرد وحر وبعقارب وحياية. يعني ماذا اعرف يعني احنا شنو ضمائرنا ماتت؟ ضميرنا مات؟ ما حد يوقف للناس؟ شنو الموضوع؟ يعني ماكو هنا واحد بالبياع عنده امكانيه يروح على هاي المراه يروح يساعدها؟ لو تخاف على فلوسك. هسه انا ماذا ناشد احد، انا راح اناشد رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني، رئيس الوزراء المحترم. هاي اختك، هاي اختك، اوقف وياها. واحنا اخذنا رقمها، احنا اخذنا رقمها. اطلبي امك عندك بعد شيء قولي. والله كل شيء ما اريد، اريد مكان جهالي اريد بس مكان، كل شيء ما اريد، لا اكل لا شرب، بس مكان اريد استر بي واقعد. زين ما عندي، اريد مكان بس، كل شيء ما اريد من الله. هاي انت رقمها شباب؟ ماشي. ام منو انتي؟ ام مهند. ام مهند حياك الله. ام مهند والله والدي خيرك حجي. الله يحفظك. والله هاي الاوضاع الكثيفة، اينما وجد الفقر وجد الكفر. والله صحيح. زين انت تعاتب من اهلنا؟ يقولون اللي ما يفيد العتب من عاتبه.
والله اذا ثاني يوم تبقى تحكي ما يفيد بالحكومه. نعم. بعيدين عن الله، ما عندهم مخافه الله، لو عندهم مخافه الله ينظرون لهالشعب يوم على اليوم حالته جاي تتعب. ابسط شيء هاي المراه المسكينه، واحد شويه غيرته شويه، خلوا عندكم مخافه الله، ارجعوا لله. يعني هاي الدنيا تدوم لكم باكر بذيك الحفره الظلمه، والله اشد العقاب لكم. يعني شعب بكامله جاي يعاني. احنا الامور الفرعيه مثل ابو تكتك، ابو ستوت، ابو الكي الناشد، ما يفيد، كفيلك الله ما يفيد. هذول يراد لهم تغيير جذري، والله تغيير جذري. لا عندهم غيره، لا عندهم ايمان بالله، لو عندهم ايمان بالله ما يخلون وجه الشعب. يعني المجاديه مو بس من العراق، حتى من دول تجينا، بنغلاديش، باكستان، بدون اي شيء، لا جواز ولا شيء، حدود مفتوحه. كلها جاي تشتغل التخريب امن العراق، ما يردون امن العراق يستتب. كفيلك هذا مخطط دولي مشترك به بعض الدول العربيه. الامور اكبر من مال ستوته تكتك للاسف، واحنا ما نناشدهم، بس نرفع ايدنا لرب العالمين يخلصنا منهم وينتقم منهم. وحم الله والديك. الله يعني مختصر انا اسويها، ايه؟ انا 30 سنه بالدوله. نعم. طلعت تقاعد. نعم. يحسبوا لي 500، بربك هاي ال 500 شو تكفي هو ومرته تكفيها؟ يا وزاره انت؟ وزاره النقل والمواصلات. ايوه. ايش قد راتبك خدمتك؟ 30 سنه. ايش قد كان راتبك بالخدمه؟ كان 700. وصار 500. والله العظيم. ويا ال 100؟ ولا انطوني حتى نهايه خدمه ما انطوني اياها. زين ويا ال 100 جتكم من رئيس الوزراء؟ بس هاي. بس هاي 600. هسه توها ولا ماكو؟ المفروض يحكون بالتلفزيون يحكون بالاذاعه والكل شو اسمه على اساس يسوون 800، هي خالف على عيني. سوين ها تمام حجية؟ سوين 800. انا عايلة وعندي ايجار وقاعد بالايجار. يعني قاعد ايجار؟ لا شنو؟ ملك ما عندي. مالي. زين متقاعدين لهم قطع اراضي، اروح اسجل وكل شيء ماكو. بعد هذا الكذب ليش؟ هذا الكذب ليش؟ ليش تقول انا للمتقاعد الا قطعه ارض وبعدين تكذب علي؟ هذا حرام عليهم لو مو حرام؟ عوائل ميته، عوائل جوعانه، والله لقمه خبز ما عندهم. زين؟ يعني ما يصير شيء هذا الكذب، الكذب بالاذاعه والتلفزيون يعني ينشروها للمتقاعدين والرعايه قطع اراضي. زين؟ بعد ليش ليش هيك ليش؟ ليش تكذبون؟ الكذب هو زين؟ اعطيني سويني 800 راتبي عاد حتى اقدر اعطي مال ايجار، اعطي مال قاع، مال شيء، اعطيني قاع، اعطيني قطعه ارض. يعني هاي القطع الاراضي ايش قدها؟ ايش قدها هسه من بغداد الى كربلاء؟ حتى ليش 50؟ اعطيني 100 عمي. ما اريد المتقاعدين ليش ما ينطون؟ ليش الكذب هذا؟ يعني وصل عندنا هسه لحد الان 30 سنه انا بالدوله، بربك هاي حقي. هم يهتم الموضوع المتقاعدين؟ انا مو احكي مو مشكلتي المتقاعدين. حياك الله. ممنون ممنون. ان شاء الله يوصل الكلام. ان شاء الله. الله يرضى عليك حل مشكلتي. على الله وعليكم. صار لي سنه وشهرين تقاعد قاطعينه من عندي. يردون كفيل، انا مطلوبه لهم. انا مطلوبه للتقاعد. اكل لهم الراتب عندكم سنه وشهرين، اخذوا الراتب، اخذوا الطلب تطلبونه، المتراكم عندي متراكم انا مو ما عندي، عندهم. زين. دور الكفيل، قلت لهم اكو ينباعي اشتريه. اروح للموظف يقول لي كافل، اروح للعسكري يقول ما اخذ سلفه، اروح للتقاعد يقولون ما اريده، ما اخلي السنه وشهرين ادقق بالبوب، وايجار قاعده والله على الضام حالي. والله ابوهم مات بس انا وياه بالبيت، لا مولد ما عندي، ايجار ما عندي، مصرف ما عندي، العالم تترحم بيا، اهلي وقرايبي ويعطوني مصرف، يجون يعطوني عيشه واروح. وهسه اريد على يخلصوني من التقاعد. قل لهم راتبنا مو عندكم، ابونا راتبه عندكم، اخذوه وعطونا الباقيات. طلبونا ليش تدورون كفيل كفيل كفيل؟ اروح واجي حب باليدين والرجلين، عافيه ما عندي كفيل، انتم شلون؟ وقال الحجيه من الباب ما يبغى يجي يدير وجه عني. والرعايه والوزاره هذن الثلاثه تقاعد ووثبه. اي الوثبه. هاي الوثبه اللي ذالين الناس. إيه التقاعد انا جيتكم. انا هاي المره. المرة الكبيرة بالسن. زين. من الكفيل. يعني جيت جيبوا كفيل وما جيبوا كفيل. عمي هذا حقهم. حق الناس. انا جيت وصورتكم مش ارد احكيها. صورتكم. التقاعد بساحة الوفة. وطلعت لهم الاعلام تقول ليش تحكي علينا؟ انا ما حكيت عليكم. لا انا ما حكيت. زين. انتوا ذليتوا الناس كبار بالسن. دقيقة امي حتى احكيها. كبار بالسن.
كبار بالسن جايين يبكون نسوان تبكي من وراء تعاملكم الغير محترم للنساء وللكبار بتقاعد الوفاة. زين بالتقاعد زين ليش بكل الدول الكبير بالسن يطلعون من عنده موظفين يروحوا له للبيت يبصموه ويكملون معاملته واجراءاته ويروحون، بس انتوا بالعراق هيك هنا تذلون بالناس ليش؟ انا اناشد انا كشخصيا خطاب القصاب اناشد رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني خلي يروح في اليوم ويشوف بتقاعد وثبه، والله العظيم والله الناس الواقفة اسمع هاي المرة ظلم والله ظلم والله ظلم البوز باليدين والرجلين كروا ما عدنا نجي وين نروح؟ يقول لي يلا روح برا ما علينا احنا يلا اتوسل اقول له بوس نعالك للمدير الموظفات كروا ما عندي يقول لي شو علينا بيك هاي مشكلتك والراتب مال تبون الحج عندهم والمتراكم التموا سنة وشهرين عندهم اقول لهم تجيبوا لي لو بالبريد لا يقولوا لي اروح اخلص البريد اروح يقولوا الحرف مو الك اسبوع الجاي خلص اعطاني كتاب رحت النوب جبت لهم قالوا لا وين رايحه انت جايه يلا روح اسبوع الجاي وظل سنه وشهرين شفت الله بعيني والله شفت الله وعلى الله وعليكم حلوا مشكلتنا من البريد من الحرف من التقاعد من الرعايه لعبه طابه بينا الا تجيب الكفيل منين اجيبه قلت لهم ينباع حتى بعباتي والله واشتري الكفيل منين اجيب منين اجيب منين اجيب والله ما العاش ما عاش لا حبيبتي ما عاش ما عاش خلصني والله ما عاش اللي يذل اي مرة عراقية من الكفيل خلصني منين اجيب لهم اللي يذل اي مرة عراقية اني من دا اقول التقاعد ومستعد ادز الحلقات واكيد يتابع رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني انه الصار بساحة الوفاة بالتقاعد شلون يذلوهم هسه موضوع هي تقاعدهم عندهم يومكم هسه الا كفيل اكتبوا لها تعهد مستمسكاتها امورها زين اكو امور تسهيلات والله قلت لهم سجنوني سجنوني والله قلت لهم بس طلعوا لي ايجار قاعده والله ما عندي ايجار هسه تطلب من ام البيت تقول لي شهر لا ما تدفعين ترى اجيب شرطه وطلعت هذا عندك بدوار روح لك قلبي تعي وين اطير خلي رقمك كم الشباب خلي كتبيه خليه من الشباب خلي امك كتبي رقمك دفعت بلع مصطفى الله يستر اخذ الرقم اخذ الرقم انا ما صبرت تفضل صار بس جيب لي الرقم صار اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لقناة سامراء من كادر كليته مناشده رئيس وزراء بالنسبة للمتقاعدين والله عيب على الحكومة هي جرة قلم بير ما نبط ملازم تقاعدهم ملايين مليارات زين والبق والخمر اتباع بالتلفزيون كلها تريليونات انباقت ومتقاعدين 16,000 مظاهرة يطلعون على مدة 800,000 دينار زين هم متقاعدهم مليارات زين والله عندي 3 مناشدات مناشدة الخاصة مالتي يعني بيها سرطان زين والله كلفني شقد بحدود 9 ملايين دينار ومطلوب وفدوة هي مجرد 800,000 دينار جرة قلم والله عيب عليكم والله عيب عليكم وعلى شهركم يا حكومة يا سرسرية يا انزال يا حرامية مثل ما ذليتوا الشعب العراقي الله يذلكم ان شاء الله ونعرفكم والله العظيم نعرفكم كنتوا دايحين بسوريا وبلندن واعرفكم حق المعرفة والله اعرفكم حق المعرفة زين انا كنت برا بالخارج واعرفكم كنتوا دايحين وتنتظرون المعونات من برا زين ديت فعلكم هسه اجيتوا صرتوا براكم خير شغلاتكم كلها تقعدون وربع ساعة توافقون عليها وتوقعون بس شغلة للشعب نو 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 كلكم حرامية شلع قلع والله بقول السيد مقتدى شلع قلع سرسرية عيب عليكم متقاعدين 800,000 دينار صار فوق السنة ونص تذلوهم ذل بير ما نبط ملازم حساب عرب
الايجار 350 والمولده 50 منين نجي؟ كافي مذله. ابشر ابشر ابشر. والله مناشده ستر وعافيه. ادعي عيني. لك ستر وعافيه وخير، بس اريدك تطلع صوتي. ابشري. اي اللي اريدها. والله العظيم بيا سرطان وجلطه بالقلب، وفدوة كلها فدوة ما راح احكي بيها، بس احكي بشغلة المتقاعدين. والله عيب عليكم وعيب على شواربكم، عيب عليكم وعلى شواربكم. والله لك والله خزيتونا خزيتونا، والله خزيتونا يا حكومة يا سرسرية. زين بعد تعبت ما ابي احكي، جيت من مدينة الطب اخذت اشعاع وجيت شفت اللي سلمه. زين الله ينتقم منكم. بس الله يحفظك. جيتك حجي دقيقه تفضل. السلام عليكم استاذ. استاذ انا والدي شهيد من 2008 في وزاره الداخليه. نعم. من 2008 لا استلمنا قطعه ارض لا استلمنا حقوق، وقاعدين بالايجارات صارنا 15 سنه بالايجارات. رساله لمحمد الشيعة السوداني حتى يقابل عائله الشهيد، وين تروح؟ صارنا 15 سنة متدهورين بالإيجار. شهيد أبوك بوزارة الداخلية؟ في سنة 2008 لا قطعة أرض. وين استشهد؟ هو إطلاق ناري. وين؟ بيا مكان؟ هو ببغداد، مديرية بغداد. مديرية بغداد؟ إي. زين، شو اسمه أبوك؟ حسين علي عودة. حسين؟ علي عودة. علي عودة. واستشهد وأستاذ، صارنا 15 سنة بالإيجارات. نعم. لا قطعة أرض، لا حقوق، لا كل شيء. يعني تقاعد ما عندكم مال الشهيد؟ عندنا تقاعد 500,000. 500,000؟ اي. وما عندكم لا قطعة؟ هسه انا مقطوع راتبي، استون كنت بالوثبة. منو مقطوع؟ منو وين؟ انا مالتي، كيف انا بلغت 18 سنة. رحت سويت هاي هوية تقاعدية وجيت. زين، وهاي شنو؟ وقطعوا راتبك؟ قطعوا راتبي. يعني اللي هو مال الوالد؟ مال الوالد، يعني عائلة الشهيد ما تمتلك شبر بالعراق، وين صايرة هاي؟ بيا. الله أكبر. بيا تقاعد بالوثبه. هم بالوثبه هم وتعاملهم. واليوم مسوين اضراب عزاز زياره الكاظم، تبرى منهم الكاظم. زين ماكو رجع. شلون تعاملهم وياكم؟ والله مو شيء. هي هاي الوثبه كل رشاوي، والله كل رشاوي. ايش سوى هسه؟ اتمنى. الراتب مقطوع مو؟ مقطوع. شوف انا صرت 18 سنه بلغت، وانا طالب سادس وادرس واشتغل الايجار ووالدي شهيد. بس انا والدتي. ما ينكر. الله اكبر. الله هسه اتمنى منك محمد الشيعة السوداني يقابل عائلة الشهيد. هذا رقم راح اخليه يمكم استاذ. هذا رقمك؟ نعم استاذ. شو اسمك انت؟ علي حسين علي. علي حسين علي. نعم. هذا كورك؟ كورك. ما عندك غير بس كورك؟ عندي اثير. عندك اثير؟ نعم استاذ. اكتب لي اياه جوه. نعم استاذ. اكتب لي اياه وطير الشباب. بلكة سكن قطعة ما. اولا السلام عليكم. اني عسكري من الشرقاط. كل دفاع داخليه. دفاع. كل المعارك خضتها. 2019 انصابت، رحت المستشفى اهلي، رجعت لقيتهم مغيبيني وداخل هروب. فسخوا عقدي. زين. عودت بهاي الجديده، ايش طلع لي؟ طلع حايلين على التقاعد، احنا 11,000 واحد حايلين على التقاعد. قدمت طلب لوزير الدفاع عن طريق احد النواب، كتب لي لا مانع لدينا يعود. رحت الدائرة المراتب يقولون هذا الكتاب ما يمشي اصلا. دقيقة. رحت الامانة السر العام ما استقبلوني اصلا، هذا 2011. الحل قالوا الحل انت محيول على التقاعد، روح سوي معاملة. رحت للتقاعد، ايش قد عندك خدمة؟ قلت لهم عندي 3 سنوات هاي مال المعركة. قالوا زين عمرك؟ قلت لهم عمري انا بعدني 30 سنة. قالوا مالك حقوق تقاعدية ابد، تكمل معاملة تفسخ عقدك من الدفاع بحيث ما يظلك شيء عندهم. ننطيك 200 او 300,000. من كتب لك هذا؟ هاي من كتب لك؟ هاي تهميشة وزير الدفاع. تهميش وزير الدفاع؟ نعم. كاتب لا مانع. لا مانع ويعودون. لا مانع انه يعودون. ايه عود هذا الشخص. وهذا الامر وتوقيع وزير الدفاع المحترم. نعم. والكتاب من المهندسة اشواق سالم الجبوري عضو مجلس النواب. نعم. زين ليش رفضوه؟ هذا توقيع وزير. توقيع وزير دائرة المراتب اصلا يقول يقول هذا يعني طببناك لان جاي من طريق بعيد، اما هذا ما عندنا شيء. امانة السر العام ما استقبلوني اصلا، وهاي من 2011. زين رحت للتقاعد حتى اكمل معامله، انا اجي من الشرقاط كروه 50 ورجعه 50 حتى اكمل معامله. يقول لي انت عندك 3 سنوات ننطيك مال نهايه خدمه. يا ابو ايش قد؟ يقول والله 200 300,000 هاي بعد ما تكمل وتروح وتجيب وتسوي. وهاي 11,000 متقاعد حالوهم
وكل شيء ما عندنا. الوزير والله اناشد معالي وزير الدفاع، انا ما خليت معركه ما طبيت بيها، واني من الشرقاط وانجرحت ورحت للمستشفى الاهلي لاربيل، رجعت لقيت نفسي غايب داخل هروب، انفسخ عقدي كانت 15 يوم تدخل هروب، فعوديت وفحصيت وكل جماعتي وعمري صغير واني مؤهل للخدمه وما خليت، يعني انا شاعر حتى قصايد نزلت له. وهذا النائب اشواق نزلت للوزير قصيده؟ للوزير قل لي هي الف قصيده ما حافظ، بس وحده قلت لهم يا احفاد جعفر قد قطع الكفان، يا احفاد جعفر قد قطع الكفان، وفرق كلش فرق في قطع الايدي، فرق من تقطع ايدك وانت جند الله، وفرق من تقطع ايدك سارق الجندي. هاي جزء بسيط من مئات القصائد اللي نزلتها، وهذا تهميشة الوزير، يعني الوزير اذا هو ينقذ قراره بنفسه. نعم حافظ رقم 07807610075 الشاعر تحسين العلي من الشرقاط. وهذا الكتاب هو تهميش وزير الدفاع المحترم، تهميشك انه كاتب لا مانع انه يرجع. حتى شو لا ما الادارة لا مانع ومطالعة لقرض الحاقهم 20/11/2023. خير ان شاء الله، شكرا. واني اشكركم ورحم الله والديك. مشاهدينا الكرام بالختام رسالة مواطن عراقي انه يقول هاي معاناتنا وهاي قضايانا، واحنا ما نتمنى قضية، نتمنى انه شكو هسه يا حجي انه نقول نتمنى توصل هاي المناشدات، نتمنى توصل ويشوفون حال الناس وحال الشعب وحال هاي الشباب. شكرا علي حسين، شكرا مصطفى لكم تقديم خطاب القصر، لكم في امان الله.